في قطاع غزة اعتصم عدد من تجار القطاع الذين دمر العدوان الصهيوني عام 2014 منشآتهم أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان في القطاع، وطالب التجار المعتصمون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم والإسراع بإعادة أعمار ما دمر منها. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها إلى متى سنعيش على المساعدات، مؤكدين أن 500,000 منشأة اقتصادية تضررت نتيجة العدوان. نحن تجار مصانع البطون والبلوك في قطاع غزة، دمرنا الاحتلال. نحن لا عندنا لا صواريخ ولا عندنا بنادق، نحن تجار مواد اسمنت، لا تجار صواريخ ولا تجار اي شغلة. نحن دمرنا الاحتلال في عام 2014، وانتوا وعدتونا انكم تجيبوا لنا حقوقنا، إلنا 30 شهر وانتوا بتقولوا لنا بكره. يعني في حوالي 5,000 ورشه او منشاه داخل قطاع غزه تضررت، في حوالي 500 ورشه منهم تضررت بشكل كامل، والباقي تضرر بشكل جزئي. نسبة التعويض إلى الآن في القطاع الاقتصادي لا يتجاوز 10%، يعني من 280 مليون تم إحصاء الحجم الأضرار، فقط 9 مليون دولار ما تم دفعه لأصحاب المنشآت. الحقيقة الوضع الاقتصادي، وضع المنشآت الاقتصادية يعني الآن على مشارف 3 سنوات بعد الحرب ولم يتم تعويض أصحاب المنشآت.